صدقتش نفسي لما لقيتك بعت لي رسالة وبتقولي عايزة أشوفك. لبست وجيت على طول. أنا برضو طول الليل ما نمتش خالص، استنيت لما النهار يطلع قلت أبعتلك، فقلت أنت أكيد هتبقي نايم. لا أنا كمان ما جاليش نوم، كنت قاعدة بفكر وكنت عايزة أشوفك. سبحان الله القلوب عند بعضها. مالك يا صابر؟ مفيش، بقيت عايش طول الوقت في هم، مفيش حد مريحني. حتى أنا مش مريحاك؟ انت خالص. هو أنت بتسكت ليه؟ علشان بقيت مستغرب حالي معاك يا تاني. ليه؟ هو انت مش مبسوط معايا؟ ما هو ده اللي مستغرب. انا بقيت كل ما بشوفك بنسى كل همومي يا تاني. انت لسه من يومين ما كنتش طايق تبص في وشي بسبب موضوع وليد. على فكرة موضوع وليد مش كانش هو اللي بعيد. أمال إيه؟ هو أنت خايف تقرب لي يا صابر؟ أنا بقيت زي المسحورة تاني، بجري عليك كل شوية، مستغرب حالي معاك يا أبي. موضوع وليد ده أنا أخدته حجة عشان أتكلم معاك تاني، أنا مستغرب نفسي معاك يا أبي. أنا بقيت زي المكذوب ليك يا تاني. وإيه اللي يزعل في كده؟ الله الله الله، ايه يا شيخ صابر؟ ايه اتخضيت ليه؟ طب كنت روح مكان بعيد شوية عن هنا، عادي خد راحتك. ايه اللي بتقوليه ده يا رحاب؟ تفهم ايه بالظبط؟ فهمني انت يا جوزي يا شيخ. ده انت لما بتعالج واحدة صغيرة بتحط ايدك على راسها بالشال عشان ما تلمسهاش، اللي يخليها تقرب منك قوي كده في الهو اللي انت فيه. ده انا واقفه هنا بقالي شويه وانتوا ولا حاسين بيا. ارحاب دي تاج واقفه معايا وبتساعدني. واقفه معاك؟ اه طب خليها تقف معاك بقى وتساعدك، بس انا ماليش فيه. ارحاب يا بنت الناس ابعد عني، اوعى تلمسني.